مساء الخير مشاهدي الاو تي في، نحن معكم مباشرة من ملعب شبيبة حميد بشكة لنقل وقائع مباراة ضمن بطولة لبنان فاينل 8 للفولي بول اكس اكس ال بين سبيد بول شكة ثاني الترتيب وفريق الشبيبة تنورين الرابع. المباراة بتوعد بكثير من المستوى الرائع اللي رح نشوفه من اللاعبين يلي عم يشاركوا فيها. والى جانبي شادي، قبل شادي ما نتحدث هيك شوي فنيا عن الجيم، شو رايك بهالمباراة اليوم؟ مين مرجح اكثر انه يربح؟ صراحة ما في حدا مرجح لانه الفريقين قادرين يربحوا، وخصوصا انه الفريقين مستخدمين اجانب جديدة، يعني ان كان فريق التنورين جايب اجنبي جديد وفريق سبيد بول كمان جايب اجنبي جديد، واثنيناتهم ما بنعرف عنهم شيء. بنعرف انه مستوى عالي ان كان كروس باسور عند سبيد بول او المستقبل الضارب البلغاري بمنتخب بلغاريا، يعني اكيد بده يكون نشوف مستوى كثير عالي. نعم، خلينا نشوف اذا اسامي اللاعبين اصحاب الارض. سبيد بول شكا، نبيل عساف رقم واحد، فرناندو رودريغيز الفنزويلي رقم اثنين، اديب كفوري اربعه، الياس فارس خمسه، الياس النمر سته، جو رزق ثمانيه، غسان فارس تسعه وهو كابتن الفريق، ادم خوري عشره، ادم مصاب، جاك مينا 13، 14 جوزيف سركيس، 15 ارماندو مولن من كوبا، و18 جوزيه مانويل كاراسكو من فنزويلا، المدرب مروان حيدر. هيدا بالنسبه لسبيد بول اصحاب الارض اليوم. اما تنورين فبيمثلهم الرقم واحد رواد بويونس، اثنين روني فرح الليبرو، روني داو كابتن الفريق رقم ثلاثه، الكوبي جورج منسيا رقم سته، جورج شاكور ثمانيه، سيمو دابوفيتش من مونتينيغرو الرقم 10، 12 كايو معلوف، 13 ستيف عويد، و14 فالنتين براتوييف البلغاري يلي حكي عنه شادي قبل شوي، والمدرب ويليام الاسمر. حكام اليوم جوزيف خرما الحكم الاول، داني حبيب المسجل، مروان ازيحه المراقب، ميلاد مخلوف ومراقب الحكام الياس طايح، حكام الرايه بسام ملاط، عبد الرحمن حليحل، ربيع الحاج يوسف وغسان كرم. شادي الفريقين عندهم تسع انتصارات وثلاث خسارات واكيد بيحملوا معهم نقاطهم للفاينل 8، بس ليه الفرق بالنقط؟ 28 نقطة لسبيد بول، 23 لتنورين، يمكن لأنه حسب الست، لأنه 3-2 عادة بياخذ نقطتين مش ثلاث نقاط، بيكون نادي سبيد بول ربحان أكثر 3-0 أو 3-1، بينما تنورين دائما عم يربح 3-2، هذه هي النقط اللي عم دخلها. خليني اقول انه الفريقين التقوا خمس مرات رسميا ضمن بطولة لبنان للعبة، وسبيد بول ما ربح ولا مرة، خمس انتصارات لتنورين. سبيد بول تنورين ب 25 كانون الثاني 2009 بهالقاعة ربح تنورين 3-0، تنورين على سبيد بول 3-0 ايضا ب 29 اذار 2009 بحماد، 3-0 لتنورين ب 28 كانون الثاني 2010 ايضا بحماد، 3-1 لتنورين ب 2 كانون الثاني 2015 بقاعة غزير، وبمرحلة الذهاب هالموسم تنورين ربح 3-2 ب 13 كانون الثاني 2016 بغزير ايضا. هون عم نشوف رئيس الاتحاد اللبناني للعبة، رئيس اللجنة الأولمبية جان هميم، ومراقب الحكام الأستاذ لياس طايع. كمان خلوني أقول إنه الأسبوع الجاي ما رح يكون نقل الفولي بول يوم السبت، رح يكون يوم الجمعة الساعة 10 بالليل مباشرة من قاعة غزير مع مباراة رح تجمع تنورين والزهرة. وكل المباريات يلي رح نشوفهم هلا ضمن بطولة لبنان اكس اكس ال بالفاينل 8 بيوعدوا انه يكونوا جماهيريين مثل هالمباراة ومستوى مرتفع جدا. بلش الجد عصام. الفرق كلها يعني صارت تقريبا جاهزه، وهلا بلشوا يكشفوا عن اللاعبين الاجانب اللي مخططين لها للفاينل 6 للفينالات كمان. اكيد كمان للفينالات، اذا نحن بانتظار انطلاق المباراه، بعدهم الحكام عم يتشاوروا، نحن شوي بلشنا تنحط الناس والمشاهدين باجواء هالمباراه. شوفوا جمهور من كل الاعمار يعني عم بيتابع هالجيم. بالفعل ان كان نادي سبيد بول او كان نادي تنورين اثنيناتهم عندهم جمهور واسع، خصوصا انه اثنيناتهم من المنطقه، اثنيناتهم فينا نقول دربي الشمال، فينا نقول مش شمال دربي، باترون الكوره الحكام هون عم بيقيسوا نسبه الهواء بالطابات، هالطابات يلي ستستعمل اليوم
لها المباراة. وهون ويليام الأسمر وفريق تنورين بالقميص السوداء. كمان فريق تنورين كان معسكر بصربيا إلي، هذا كمان يعني بعده جاي تقريبا من المعسكر. إيه استفاد من الأسبوع اللي وقفنا فيه برا. عمل معسكر بصربيا ناجح. هيدا فريق سبيد بول مع المسؤولين فيه. أرماندو مولن هيدا الكوبي الرقم 15 بسبيد بول. بفتكر أرماندو كوبي بفتكر إنه رح يفرجينا مستوى كثير مرتفع. وايضا فالنتين براتوييف البلغاري بفريق تنورين. اذا لحظات قليله وبتنطلق هالمباراه، وهي ضمن المرحله الثانيه من فاينل 8 بطوله لبنان للفولي بول اكس اكس ال من قاعه حميد. هذا هو اللاعب الجديد ارماندو اللي عم نحكي عنه، اللاعب الكوبي. كمان اليوم ما بدنا ننسى في ديربي المتن انوار بوشريه بقاعه المر على الساعه 7. يمكن يكون منقول كمان على الانترنت. اذا لكل يلي بيحبوا يتابعوا مباريات الفولي بول، اللاب فولي الموقع الرسمي للاتحاد اللبناني للكره الطائره، في عدد من المباريات عم بيكون منقول بشكل مباشر. www.labvolleyball.com lab volley. هيدا الحكم الدولي تمهيدا لانطلاق المباراة. داني حبيب ايضا عم بيشوف تشكيلة الفريقين والمباراة رح تنطلق. جوزيف خرمة حكم فينال البطولة العربية. صحيح. واول سيرفيس رح يكون الافتتاح والختام. صحيح. شما اللاعب الفنزويلي. شما كان يلعب السنة الماضية مع الزهرة. مع الزهرة. سيرفيس جامب روني منسيا دافع بتطلع الطابة. شما للياس. الياس أول بلوك. أول نقطة بالمباراة لفريق نادي التنورين من منسيا بالبلوك على الياس فارس. روني ضو كابتن فريق نادي التنورين. سيرفيس لود او جامب تبين موراليس. وموراليس بلاوت بيستقبل بس بشوط بلاوت. 2-0 النتيجه. يعني بدايه مثاليه لتنورين لهلا، بس اكيد بعد كثير بكير. روني عياس هيدا هو اللاعب الكوبي. بتطلع الطابه كونتر اتاك. اللقط من الياس ترجع كمان منسيا. اوه بلوك من ارماندو. بلوك من ارماندو على منسيا. واحد شاط طابه كوبيه واحد دافع طابه كوبيه. مباراة سريعة مثل ما بين لهلا. يس جامب. اوه ثلاث طابات على التوالي لمنسيا. منسيا هو البس سكورر لهلا بالبطوله. وكمان عنده سيرفيس مأزي. انتشر على يوتيوب فيلم عن 6-7 ايسات ورا بعضهم. هي الطابه بتطلع ترجع كونتر اتاك. منسيا بحضرها. اوه تنورين فايت. تركيز عالي. تركيز عالي مع جيبسر طابي. يعني سيمو دابوفيتش شفناه كمان بمرحلة الذهاب عم يعمل كثير هالطابات.
انسيها طابة بالأرض. 2-4 النتيجة. على الارسال اديب كفوري لسبيد بول. اديب على مين اديب بده يضرب؟ كايو على كايو قبل عاطل منسيا بسجل. منسيا بسجل. منسيا ميزته بالطابات الصعبة، يعني الطابة ما بتقدر انه تنشاط بيطلع على طول بيضرب بقوة، ما بيهادن ابدا. 5-2 أول سيرفيس بالبطولة، أول سيرفيس ببطولة لبنان. عم بيعمل منه ايس اللاعب البلغاري فالنتين براتويف. شو ما نسميه فالنتينو؟ فالنتينو يلا فالنتينو حسب نتائجه هلا. فالنتينو 6-2 سوء استقبال لهلا عن نادي سبيد بول. هون سيرفيس كثير بعيد خارج الملعب. 3-6 3-6 وكمان اول ارسال هلا لمولن. لا 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 لعب مباراة السابقة لعب مع دلهون. هوني استقبال كمان منسيا هالمرة بتطلع بتدافع الطابة كونتر اتاك لكايو. كايو ما بيسجل. كايو بيسجل طيب الاوت. 7-3 تنورين. مباراة سريعة مش معروف الطب وين عم تكون وين عم بتصير. يعني شادي انا برايي فريق تنورين بعتقد انه هلا اكتمل، يعني هلا بيقدر يكمل لنهاية البطولة بهالطريقة. اوه ارماندو بين ايدين روني. 5-7 عفوا 4-7 غونزاليس اللاعب فنزويلي ريع على السيرفيس، معروف كمان بسيرفيسه القاسي سيرفيس الجامب هذا اللي عم نشوفه قدامنا هلا. تركيز تام من فريق سبيد بول. بتاخر بثلاث نقاط تقابل الطابه كايو. لقط بلوك من شما بترجع كونتر اتاك. روني بحضر طابه غلط طابه غلط تبرم الطابه بالتوزيع بايدين روني. 5-7 سبيد بول فريق عنيد على ارضه طبعا قدر يقارع الفرق الكبيره يمكن انوار البوشريه دائما عم بيقدر يربع على ارضه عم بيلعب ستار كل البطوله. استقبال طابه ذكيه كثير طابه ذكيه كثير من اللاعب سيمو. اول تكنيكال تايم اوت هيدي ثاني طابه بيعملها سيمو بالفعل. وتنورين عم بيتقدموا 8-5 يعني عصام بداية المباراة مثل ما قلنا سريعة كثير كمان في ضغط جمهور يعني للفريقين بس أكيد لسبيد بول أكثر ممكن يأثر هذا الشيء على لاعبين تنورين. اللي عادة اللاعب بالملعب بيبقى متكل في جمهورين ما بيقدر يميز وبالملعب الجمهور لمين في ضعيف وماشي بيلعب مركز جوا لأن اللاعب مش مفروض أبدا يركز برا. وضغط الجمهور هو ضغط حماس مش ضغط نفسي يعني بعد لهلا ما مبين في شيء بيقدر ياثر. اذا 8-5 لتنورين وبنرجع للمباراه مع سيمو دابوفيت وبين تنورين وسبيد بول شيكا في قرايب. بالسيرفيس سيمو سيرفيس فلوت بعد التايم اوت بالشبك هذه مفروضه. ستيف عويد عفوا جاك مينا. مينا استقبال لعطابة منسية بيسجل منسية. شادي ما ننسى شغلة بالنسبة لفالنتينو الطابة مغير عليه أكيد هلا أول ماتش بين المونتن وبين الميكازا لأنه كنا عم نحكي عم يلعب الدوري الإيراني والدوري الإيراني كمان بيلعبوا كمان الميكازا إجمالا أغلبية بإيطاليا كانوا يلعبوا بالمولتن كمان غيروا على الميكازا. أرماندو بتدافع طابته روني لمنسيا بتدافع كمان من مينا للياس. الياس بيسجل الياس بيسجل على منسيا روني ضو.
يعني الفرق ما عم بيزيد اكثر من نقطتين اللي صاروا اول ماتش. شما جامب روني استقبال 100 وروني ضاو الطابه جوا هيك بيقول الحكم جوزيف خرما الحكم الاول. روني ضاو ارماندو مع القصه الغريبه. روني نبيل استقبال ياس اول بلوك اول ايس واول بلوك لهلا بعد ما شفناه عم بيشوط اللاعب البلغاري فالنتينو. اجمالا اللاعبين البلغار بتميزوا بالبلوك حتى بالمنتخبات ولاعبتهم كثير عندهم تركيز بتمارينهم وبمسوشتهم على البلوك. روني بالاوت 8-11 سبيد بول. سبيد بول اليوم شو رح يعمل قدام تنورين؟ هل رح يسهر لخسارته الذهبا؟ بالشبك ارماندو بالشبك 12-8 كنا شفنا اول شوطه لفالنتينو بعده بينه يعني بتصور انا بيلعب فالنتينو باس عالي اعلى من هيدا حتى هلا عم يطالبوا عم بيحكي عم يعني عم بيتفاهموا مع بعضهم والباسور مش لاعب معه قال له علي لي اياها. وصل طابي كونتر اتاك روني بيحضر يعني هيدي طابه من روني هي هي الطابه العاليه كنا عم نحكي عنها عصام عم بيحكي عنها. 13-8 الفرق 5 نقاط بالشوط الاول. فريق سبيد بول بعد ما لقى حاله تيم اوت لمروان حيدر كوتش سبيد بول اكيد بيحاول يرجع ياخذ السات ما راح يخلي السات الاول يربحوا تنورين هيك بالهيين بكير بعد بفتكر لنحسم بالتوب سكورز فالنتينو باربع نقاط منسيا بثلاثه بس كمان بس نذكر انه منسيا يمكن كله اتاك ارماندو باثنين سيمو اثنين والياس فارس بطابه وحده سيمو عاملهم بفانتين مضبوط بالفانت بالطابه الثانيه. عصام كنت عم تقلنا انه منسيا متصدر ترتيب البطولة العام كنقاط مظبوط فينا نعرف مين متصدر التوب سبايكرز الاول على ليلي هلا بس نتفي هلا بس يلا الماتش بكل حذر 13-8 سكور عودة الفريقين على الملعب منسيا اللاعب الكوبي جمهور شكا مميز اليوم بالفعل جمهور سبيد بول باستقبال عاطل ياس بحضر اوه بلوك وبلوك وبلوك كمان 14-8 لهلا الاستقبال عند سبيد بول هي مشكله المشاكل ما عم بيلاقوا حل على الاستقبال بينما تنورين 100-100 هالمره استقبال من الياس واول طابه خطف ارماندو طابي واطي تتخلص من كايو وكمان تسقيطها من سيمو نبيل عساف بيوصل ترجع كونترا اتاك بيسجلها فالنتينو 15-8 يعني 15-8 يعني التايم اوت ما فادوا لنبيل بس يعني لازم هلا اذا سبيد بول بدهم يرجعوا على هالمجموعه هلا يعملوا ردة الفعل بعده منسية على السيرفيس كمان تطلع الطابه كونتر اتاك ارماندو وبلوك كمان بالشبك تسعة خمسة عشر اديب كفوري اديب سيرفيس فلوت على مين؟ فالنتينو استقبال منسيا بيضرب بخلصها مع تطلع الطابة لمين؟ بسجلها فالنتينو 16-9 برافو طابة حلوة كثير بين شما واديب وارماندو بس
الكلمة الأخيرة لنادي تنورين 16-9. 16-9 تاني تكنيكال تايم اوت بهالجيم. كمان مرة تنورين متقدم فيه. آخر طابة نعم نشوفها بلوك اوت. لكن عصام صار فينا نشوف منسية من تنورين من 13 ماتش، هو البيست سكورر لهلا، عنده 318 نقطة. كيرفن بنوا بالزهرة 12 ماتش لاعب كمان عنده 283. بيدرو غارسيا من حالات 269. فرناردو غونزاليس من سبيد بول شيكا عنده 256. كريستيانو فيريرا من رسالة سرافاند عنده 252. داركو من الأنوار من 12 ماتش 202. ويعني من الألمون كمان كورديز 196. وجعب جديد من البوشرية 195. ونادالي دي برانت من رسالة سرافاند 194. يعني عندنا جعب جديد من لبنان الوحيد. لبنان الوحيد لهلا بعدنا سبيد بول عم بيلاقي مشكله كثير كبيره على الاستقبال. 17-9 سكور كله على الاستقبال. سيرفيس فلوت على غونزاليس بهديها ارماندو بيشوط وبيسجل شمها بالارض 10-17. هلا استقبال ما عم بيلاقيه فريق سبيد بول. هات نشوف ارماندو على الجامب استقبال 100%. كايو مان تو مان ما شم ما بيسجل. كايو معلوف على شم مان تو مان بيسجل 18-10. يعني السبيد بول تيقدر يفوت شوي اكثر بالجو بده يقدر ياخذ سيرفيس احسن من هيك، لانه استقبال فريق تنورين لحديت هلا يعني ما قادرين يلعبوا ضدهم. جاك مينا اول طابه خطف عند سبيد بول بيسجلها هو 11-18. غونزاليس اول ايس من غونزاليس. ليكو عمين على اللاعب البلغاري فالنتينو اول استقبال غلط بينسجل له هو بطولة لبنان. كان عنده اول بلوك اول ايس وهلا اول استقبال غلط. دائما في اول خطوة دائما. عم نشوف غونزاليس بعده على السيرفيس. يعني في شيء نزل على عرض الملعب وقفوا عن السيرفيس بالفعل. غونزاليس صار عامل 23 ايس من اول البطوله لهلا، التاسع بالبطوله. هيدا 24 صار 25 لانه في اللي قبله كمان ما كان مسجل. ما كان مسجل 14-9 عم بيرجع. هيدا كنا عم نحكي عنه سبيد بول بحاجه لايس قوي واستقبال منيح دغري. ويليام اصلا ما بيخلي له مجال يتهنى بالاخص في سيرفيس قوي عم بيكون، وهو مميز بسيرفيسه فرق خمسة بعد بكير 13 لسبيد بول و 18 لشكا لتنورين. هون عم نشوف اللاعب ادم خوري المصاب اللي كان عمل عملية سنة الماضية ورجع عن جديد عنده مشاكل بكتفه ورجع عمل عملية ثانية. بتمنى له ألف سلامة لا ادم الخوري. تنشوف بعد تايم اوت 13-18 غونزاليس بعد التايم اوت. فول باور فول باور بيضرب على روني. روني بهديه هالمره لمين؟ منسية. منسية بيسجل 19-13. كيف ما كانت الطابه منسية بيشوط وبيسجل. سيبو لود استقبال كمان منه منيح. اوه ازيفه كوبيه ازيفه كوبيه طابه ولا اجمل 14-19. طابه حلوه كثير من ارماندو.
جاك مينا فلود سان فالنتينو استقبال منسية، الطابة مش منيحة لمنسية، تطلع الطابة أرماندو بيضرب، أرماندو بيضرب، سبيد بول عم ترجع، الجمهور عم يولع 15-19. جاك مينا الكونتر اتاك بالفريقين ما بيرحم مثل ما مبين لهلا، كله اللي عم يستفيد الفريقين من الكونتر اتاك تبعهم. 15 روني كمان سوء استقبال منسية، طابة بتطلع، أرماندو بحضر لمين؟ هالمرة جونزاليس طابة بالاوت، بيقول الحكم ما في تاتش، طابة 16-19 كونتر اتاك بيخسروها بتعمل 20-15. ليكو الفولي بول شو صعبة، بينما يكون فرق ثلاثة الفرق خمسة بطابة وحدة. كايو استقبال كمان مش منيح، أرماندو بيضرب حتى الطابة، روني أكيد لمنسية، هالمرة منسية بصد الشبك 16-20 بعد ما في شيء. ويليام مش راضي على الطابة أكيد. شما 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 قرب شوي على بيروت بين الموسم الماضي وهالموسم من طرابلس على شكا، طرابلس على شكا، طابة على الشبك بخلصها من فوق البلوك. يعني طابة مثل هيدي عن جد حرام يخسرها فريق، يعني هو اصلا قصتها غريبة، قصتها غريبة بس الباس كان كثير غلط بالفعل، يعني لهلا ما عم يقدر يلاقي حاله ال باستور تنورين مع روني سيرفيس بالشبك 17-21. شادي بالفولي صعب اللاعب يفوت بسرعه بجو الفريق لو شو ما كان يكون حجمه. استقبال كمان بسجل فالنتينو 22-17. اكيد جمهور شكا مش مبسوط ابدا بهالمجموعة، خلينا نعرف من هذا جمهور شكا اكيد ساكت 22-17 من زيا. هالمرة بالشبك اول قطوع عطى على فريق سبيد بول. اديب كفوري، اديب كفوري 18-22. سيمو لمين باخر شيء؟ بدل كايو هالمرة، سيف تطلع الطابة بترجع كونتر اتاك روني، هالمرة فالنتينو، فالنتينو بشوط وبسجل. شادي اديب من اول خمسة بالبلوك عمل 30 بلوك، يعني هن اجمالا اول خمسة بين ال 34 32 31 30، في بس لاعب الرسالة رينان عمل 50 بلوك. لاعب اجنبي واللبنانية، اللبنانية اجمالا عندك جان جديد ثالث، عندك شربل خوري رابع، واديب خامس، سيمو من تنورين سادس، روني داو من تنورين سابع، وفيكتور من بلاط ثامن، وجوزيف نهرة من الانوار التاسع. اجمالا بالبلوك اللبنانية هون عم تشوف تقديم كايو 73 من 3 فرناندو روديغيز، 50% من 4 فالنتينو، 40% من 10 لياس فارس، 20% من 5 وروني فرح 17 من 6. روني فرح لهلا لازم يشد احسن من هيك كاليبرو. عم بقول اجمالا اللبنانيه ببينوا بالبلوك لانه اغلبيه السنتريه اللبنانيه طلع لهم دور. بعده العالم عم تفوت على الملعب. فالنتينو افتر تايم اوت فول باور 24-18 نقطة واحدة تنهي الشوط الأول. سيرفيس قوي كثير كان من فالنتينو، يعني لهلا أول طوله شو مع طوله صاروا قاسين ببارتي. هيدا هو اللاعب اللي عم نحكي عنه، اللاعب البلغاري بمنتخب بلغاريا، وكمان بس المرة جونزاليس بهديها، جونزاليس بشوط، كايو بدفاع لمين؟ منسية بسجل 25-18. الشوط الأول عم بينتهي،
فريق تنورين. الحكم عم بيطلب من اللاعبين يرجعوا تيعطيهم اشاره هو لا، لانه هو اجى لهون وضل هون، ضل هون ما رجع، حاول يشيل الطابه بالاول. اذا المجموعه الاولي لمصلحه تنورين 25-18، يعني شادي عصام في تقريبا حوالي 1000 متفرج بالملعب مثل ما عم شوف بالمدرجات، يعني اذا على الميلتين بتصور اكثر. والعاني مدرج كبير لما حبيت. اوفر فيو شادي، اوفر فيو بسبيد بول توتال اتاك 35%، تنورين 59%، بالسايد اوت اتاك 4 من 13 لسبيد بول، 10 من 17 لتنورين، بونت اتاك 3 من 7، 7 من 12، ريسبشن 4 من 18، 7 من 19 لتنورين، بالسيرف 2 من 19 تنورين، 3 من 24 البلوك متعدين 2 ب 2، والتوتال ديكس تنورين افضل ب 12 ل 7 لسبيد بول. يعني عم نشوف تقريبا بالاتاك اكيد تنورين افضل بكل المراكز تقريبا، والاستقبال افضل، يعني هذا الشيء بيميز ال 25-18. عصام شفنا بدايه المجموعه كانت لتنورين وضلوا كاسرين من بدايتها، برايك هالشيء قد ايه رح ياثر على سبيد بول قدام جمهوره بملعبه بالمجموعه الثانيه؟ قلت لك فريق هلا تنورين مثل ما مبين عم بيلعب كثير كثير صح، اخطاء قليل من السايد اوت اتاك، مش عامل ولا غلطه، يعني اوكي مدافعين له شيء 7 طابات بس انه عم يسجل كل طاباته من الاستقبال، يعني هي اول نقطه قوه عنده اياها الفريق، عم بيستفيد منها الماكسيموم. اخطائه كثير قليله، مع انه ما انسجموا بعد مع بعضهم مع اللاعب الجديد، بس لهلا ادائه كثير مقنع. بس اكيد كان معهم بالمعسكر لا وصل جديد، لانه جربوا ياخذوا لاعب بالمعسكر ما توفقوا، قدروا اخذوا انه لاعب من طراز منيح بيلعب منتخب بلغاريا، بتصور كانوا بيلعب بالدوري الايطالي، من اللاعبين المهمين. فريق سبيد بول تغييراته ما كثير يعني تغييراته كانت ظاهره لانه كان معهم كروس كثير منيح انضرب، اجى معهم كروس منيح كمان، لهلا بعده ما كثير بين مقبول، بس انه سبيد بول يقدر يفوت بالجو، بده يقدر يضرب له استقباله لفريق تنورين، اذا ما قدر ضرب له استقباله راح يكون ماتش كثير صعب عليه. خلينا نحن وياكم والمشاهدين اكيد بطولة لبنان اكس اكس ال للفولي بول عم تشتعل مبارياتها بالفاينل 8 جماهيريا وفنيا ولاعبين اجانب من مستوى عالي. شادي بنرجع لعندك مع المجموعة الثانية. المجموعة الثانية بطول الفريقين عرض الملعب من بعد ما غيروا ملاعب، اذا بتشوفون هلا صار تنورين على شمال كون وسبيد بول على يمين كون، وعم شوف حكم داني حبيب عم يتاكد من بوزيسيون لعيبه عرض الملعب، هون فات نبيل اساف، سبيد بول جاهز، تنورين جاهز، الجمهور عم بحمس، واول تلبيس بالشبك من سيمو، اول نقطة بالشوط الثاني بتروح لسبيد بول. هذه اسأل شغلة ممكن يبلش فيها فريق ماتش بارتي، بالاخص الباسور، يعني في ثلاثة على الشبك سيرفيس فلوت، يعني في ثلاثة على الشبك اصلا اخطاء كثير بالسيرفيس. ارماندو بول، روني استقبال مضبوط، بلوك طالع بلوك طابة ذكية كثير هالمرة كانت من موراليس وخط خلفي جونزاليس، بيضرب الطابة دغري على سيمو، يعني بعكس المجموعة الأولى مبلشين سبيد بول هلا بشكل ناري 2-0 و 3-0، يعني هذا خطأ السيرفيس لبليستا، هذا الخطأ السيرفيس هذا هو هذا اللي عمل بيبرم دغري كايو هالمرة، باد ريسبشن لكايو 3-0. تايم اوت، ويليام ما بده يخلي ابدا مجال لسبيد بول يطلع بالسكور. بالتوب سكورز فالنتينو اللي عم نحكي عنه اللاعب البلغاري ب 11 نقطة، ارماندو بسبعة، منسيا بخمسة، سيمو بثلاثة، والياسمينس باثنين، فالنتينو 11 نقطة. 11 نقطة ببارتي. ببارتي وحدة. يعني لاعب واحد. لاعب واحد. 3-0 بالمجموعة الثانية لسبيد بول أصحاب الأرض على الشبيبة تنورين. نرجع هذا هو أرماندو اللاعب الكوبي،
النعم دايو سيبيل منسية منسية بسجل منسية بسجل بلوك اوت عشما يعني اللي قلنا قصة استقبال اذا قدرت تضرب استقبال تنورين قادر قادر يلعب معه هلا كمان بنلاقي المشكلة كمان عند بس اللي ديجا موجودين فيها عند سيبول كمان كان استقبال عم لك ديجا موجودة عندهم على القليلة يقدروا يعدوها شوي من ميلتهم 4-1 كايو كمان سيرفيس اوت من بعد ما اجى سيمو كايو دغري لحقه بسيرفيس اوت وهلا جونزاليس بده يضرب معروف بسيرفيسه يضرب طابه جوا طابه جوا 5-1 سبيد بول عم يتقدم 5-1 طابه داخل الملعب كلنا شفناها ما فيها ابدا مجال للشك دو غونزاليس عن جديد سادي انا برايي كل لاعب بيوجه كلمه لحكم مفروض بطاقه دغري بدون انذارات حتى لانه عم بيعملوا اشكالات كثير حكي اللعيبه، يعني اللعيبه عم بياثر على الجمهور كثير وهذا مش مفروض يكون، اللعيب لازم يلعب بس جوا، مش مفروض يتطلع بحكم ولا يحكي مع حدا. يعني عصام مدرب عم بياثر كثير على جو الفريق يعني بيزته للفريق بمتاهات ما له للفوليبول تركيز. 5 نبيل الساف استقبال ياس بشوط بيسجل ولا ما بيسجل ترجع الطابة روني ترجع أرماندو بيحضر خلص الطابة ياس عن جديد ياس بيسقط شما شما لا 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 ليكو من شاط هيدا هو الموزع شاط تاني طابة طابة قوية كثير من شما 6-2 شما عم بيعمل النتيجة 6-2 وعم بحمس الجمهور شما ليك شو لعبة الطابة طابة حلوة كثير كانت من شما هون ما نذكر انه مروان حيدر كوتش سبيد بول وويليام اسمر كوتش تنورين هن اثنيناتهم موزعين اجا ثلاث مرات دفاع من هون وصلت على فريق سبيد بول ثلاث طابات دفعت 6-2 اليوم الفريقين مستأتين على الدفاع استقبال من فالنتينو منسية بيضرب شما بيخلص وشما عن جديد بيشوط هالمرة فالنتينو بيسقط ارماندو طابة هينة بس ما بيقدر يخلصها فالنتينو عن جديد مش باسو هيدا بتطلع الطابة منسية وبلوك بتكمل الطابة ما بتخلص بعد ما خلصت بعد ما خلصت ارماندو لا 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 يا ارماندو 7-8 طابة عم بتروح وتجي ما عم ترفض تنزل هيدي اجواء اكس اكس ال بطولة لبنان مشاهدينا والعان الماتش طابة ارماندو بلوك اوت 7-2 ياس فارس احتفل بطابة البلوك والطابة بعد ما خلصت بتصير بتصير كايو هالمرة منسية يضرب ياس فارس بهدي بس بيربح منسية الطابة ياس عم بيعمل دور كثير كثير كبير بفريق سبيد بول صحيح يمكن ما عم بيسجل كثير طابات بس على البلوك عم بيهدي وعم بيدافع وبعدين استقبال عم بيكون استقبال كثير مميز يعني مجمد له الفريق انا برايي باستقباله ياس فارس 3-7 منسية بالشبك 8-3 سبيد بول عم بيقلب الموازين عم يتقدم بثاني شوط 8-3 على نادي تنورين اول تكنيكال تايم اوت توب تيم سيرفر تيم سيرفر فرناندو رودريغيز على وقفه اكيد عم نحكي على الوقفات 7 ارماندو ب5 جاكينا ب5 خوسيه ب3 والياس فارس ب3 هون عم نشوف اكيد افضل وقفات عم ينضربوا بالفعل هيدا عم نادي سبيد بول هلا عم نشوف عم نادي تنورين منسية منسية بتصور ب8 روني دول ب6 فالنتينو ب6 سيمو ب3 وكايو ب3 سيمو بانو موصل 3 بالشبك هوني مظبوط فريقين بيرجعوا على ارض الملعب لا
تكملة المجموعة الثانية. بذكر المجموعة الأولى 25-18 للشبيبة تنورين. شما 8-3 على السيرفيس. تيمو لمين بده يعطي؟ طابة بالأوت. 4-8 أرمانتو على الأربعة وفالنتينو على السيرفيس. سيرفيس دمب بهدية غونزاليس. أرمانتو بيضرب بيضرب طابة قوية كثير. لا 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 طابة مش مقبولة بعيدة عن الشبك وبياخذ وبيشوط على المركز رقم واحد. طابة عن جد طابة بدها تكنيك كثير عالي بتصيب اللاين فيها. 9-4 الياس فارس. روني استقبال منسية منسية طابة داخل الملعب طابة داخل الملعب. شم حتى أكد أنه طابة داخل الملعب. الحكم أكد بكفه. لا احنا عم نحكي انه روح رياضية روح رياضية عالية من شما. 5-9 ديف عواد استقبال اليوم جونزاليس من موفق بالهجوم ما عم بيسجل هجوميا. اجمالا يعني في بلوك كثير منيح عليه عم يكون البلوك 3 عاليين. 6-9 وهو بيلعب طابات سريعة بالاجمال. ديف غونزاليس استقبال ارماندو بغشه على فالنتينو بيسجل. عم نشوف فالنتينو اخذ على المركز رقم 5. يعني عادة اللاعب الأربعة بياخذ بوزيشن 6 على ايه عم نحكي كثير. كنت بدي اقول انه ارماندو اليوم عم بينوع لعبه وعم بفرجينا انه يعني قد ما يفوت اكثر بجو البطولة اللبنانية رح يتألق اكثر واكثر. 10-6 اديب كفوري. عم نشوف جمهور سبيد بول وجوه البيضاء. سيرفيس استقبال من كايو. اوه هي التالت طابة لسيمو. مرتاح كثير فيها ورا الطابة. اسم الله على طوله طويل وبينط وهذا اجمالا يعني التصوير كثير بيتمرن عليها الطابة. هذا اللاعب اللي كنا عم نحكي عنه بيضيع السيرفيس. انا يعني بتصور لازم يحط حدا ثاني يضرب سيرفيس محله بس يصير هو لازم يعلم لحديت هلا. 11-7 يعني عادة التصوير وقفته بتسجل كثير بالفعل بيعطيهم افونتاج. افضل ثلاثة على الشبك بيكونوا. ارماندو بيضرب روني بيهدي منسية بيضرب وعم بيسجل على شما. 8-11 تنورين مأخر بثلاث نقاط وكايو معلوم. كايو اليوم بعد ما شفناه بالهجوم غريب. استقبال الياس خلص الطابة بترجع ترجع الطابة الياس بحضر لمين وبسجل هالمرة غونزاليس على منسية. 12-8 كانوا عم يحتجوا لاعبي تنورين على الطابة. بيحتجوا على طابة شما انه معقول تكون قطعت وهو كملها. ما لو بيلعب وبخفف احتجاج كان بيشيل الطابة هذه بتصور. شيلها؟ لانه هي الطابة لا هي الطابة كانت هينة للديفونس. للديفونس هينة بس اذا ملتها بطابات شما ما بيقدر يلعب. غونزاليس سيرفيس قاسي على كايو. منسية بيضرب. شبك عمين على ياس فارس. 9-12 طابة كانت عالية كثير من منسية. روني داو كابتن فريق تنورين. سيرفيس الجامب كمان من روني. غونزاليس هالمرة شما. شبك مضبوط. شبك من شما والنتيجة 10-12 بعد ما كان الفريق 4 نقاط صار نقطتين. يعني فريق تنورين امتص الفورة تبع سبيد بول. هون هون عم نشوف ليكو شما وين نزل
شفت الاجراء جوا اثنين وظهره ضرب الشبك كله لاقي على الشبك 10 12 روني تركيز تام من روني هون خلينا في الملعب اتاكد داني حبيب 10 12 روني غير من بعد اكيد البريك ما بده يروح على سيرفيس الجامب برافو لجاك المينا طابي حلو كثير من جاك بس تنورين خيارهم على الياس فارس ما بعرف ليش بالسيرفيس يعني لحقوا روني عم يضرب فلوت سيرف مفروض يبعد عنه يبعد عنه اكيد هيدا جاك مينا باخر طابه حلو كثير طابه خطف حتى روني اليوم بعد ما شفناه عن خطف كمان جاك ليكو عميعة فالنتينو ترجع كونتر اتاك طابه خلص لهدية كايو فالنتينو بيسجل بيسجل فالنتينو عم تجي طابة كونتر اتاك بس ما عم بيعرفوا يهدوها سبيد بول حرام والفرق فرق نقطتين مستقر من يعني من بعد التكنيكال تايم اوت بلش ينزل الفرق وضل نقطتين 13 من سيا جامب سيرف والياس الياس بشوط ما بيسجل 12 13 الطابة بتكرج على الشبك وبتجي داخل الملعب و 12 13 فرق نقطة إلي فرق كان نقطتين صار نقطة وحدة ومنسية بعده بلاوت 14 12 جمهور سبيد بول عم بيحاول يحط ضغط كثير كبير اللاعب اللي عم يضرب جامب سيرف نزل له تركيزه قد ما في بيحاولوا هوز مامير يعني لشما اعين مروان حيدر 14 12 لما دايون استقبال ستيف بتدافع على الطابة لمين؟ ياس فارس بتطلع الطابة كمان أكيد لأرماندو أكيد أرماندو بيسجل أرماندو 15 12 كونتر أتاك ما بيخسر ولا طابة اجمالا مش عم بيخسر ولا طابه حتى بالاتاك العادي لانه على طول عم يسجل عنده سرعه ايد مش طبيعيه 16 12 يعني بيطلع من ارضه تقريبا مش ما بياخذ مجال ليطلع ما كايو هالمره فالنتينو بيضرب بيسجل هذا هو فالنتينو ما شفنا كثير بعد هلا بالشوط الثاني 13 15 لمين تكنيكال تيم اوت الثاني لسبيد بول فرق ثلاثة ولا فالنتينو عنده راي مختلف فالنتينو فالنتينو حاول يعمل لوب اجت عنده بالملعب كب الطابة شوي طلعت بعيدة عنه ما عاد وكمان 13 ثاني تكنيكال تايم اوت كمان لمصلحة سبيد بول بهالمجموعة الثانية تيم كونتر اتاك ارماندو بخمس نقاط فرناندو رودريغيز بثلاثة الياس فارس ثلاثة شما باثنين وجاك مينا واحد يعني مش مسجل ابدا 100% هيدا بالنسبة لسبيد بول هلا بنشوف عند تنورين بتنورين منسية لا والله فالنتينو 8 ب 63% منسية 20% من خمسة منسية مش مسجل كثير اليوم كونتر اتاك سيمو 50% من اثنين وكايو معلوف ب 100% من طابه وحده كايو اليوم غريب ما شفناه ابدا ما بيلعب ابدا ما اعتقد كثير طابات لهلا يعني اجمالا عم بيرك على منسيه بس كون كايو معه على الشبك عم بيكون اغلبيه الوقت 16 13 ياس فارس جامب بلاوت 14 16 4 6 ياس عنده فلوت مأزي بعرف كثير افضل يضرب بتصور الفلوت اكثر من الجامب ستيف غونزاليس غونزاليس بعده مش عم بيلاقي حاله بالاتاك سيمو عم بيهديه بكل طابه كايو 15 16 يعني شادي كايو بيقدر يشوط طابات سيمو هيدي السريعه مثل هيدي بس فالنتينو بس فالنتينو ولا ممكن اذا كايو بيسجل على نبيع السيف رجعت بفرق نقطه واحده
كمان ما عم بيسجل. غريب اليوم غونزاليس. منسيه بيسجل والتعادل بالشوط الثاني لهلا 16 الجميع. من بعد 3 نقاط 16 13 16 الجميع. يعني عن جد المباراه مشتعله. ستيف بعده عم يفتش على ايس ارماندو بخلص الطابق. الطابق قطعت لجوا 17 16 اكيد مروان حيدر مش راضي وتيم اوت عم بيتحضر سريع لازم يكون. من بعد تيم اوت كنا 16 13 اربع نقاط على التوالي لتنورين. سيرفيس يعني اليسفاريس اثر مثل ما اثر سيرفيس تبع هيدا التوب سبايكرز روني داو 100% من طابه وحده. فالنتينو 77% من 10 كايو 75% من 3 سيمو 75% من 3 بس سيمو تنعرف انه موزع وجاك مينا 77% من 2 من سبيد بول. اذا اللاعب ارماندو بقصه الشعر الغريبه توب سكوررز فالنتينو ب 14 أرماندو ب 11 منسيا ب 11 سيمو ب 5 وفرناندو رودريغيز ب 4. فرناندو اليوم كم شوطة شاي تقريبا فرناندو استاتستيك ولو بليز عصام. يعني هلا بشوف لنا عصام الفريقين بيرجعوا لأرض الملعب بعد التايم أوت. كيف 17 16 تنورين. فرناندو أخذ 8 طابات خسران 4 و سجل وحده وثلاثه ردين له اياهم. ما بعرف مين شاط، ما رح خبركم، بعرف انه الطابه نزلت قويه كثير من غونزاليس. لا لا رح خبركم منسيا اللي شاط. منسيا شاط. هيدا هو منسيا اللي عم يحكي عنه. منسيا 20% كونتر اتاك لحديت هلا. ما عم تسجل. يعني المفروض يلعب بتصور بالكونتر اتاك يجرب المدرب يغير شوي. روني يضرب اول طابه لروني او الثانيه 18 17 عاده الكونت اتاك بيلعب يا كروس يا اما خطيف اذا الطابه جايه منيحه بس اذا عندك لاعب عم يسجل اليوم 20% يعني منه بالمود تبع الكونت اتاك وهذا كمان منه بالمود تبع السيرف يعني هو على طول مش بالمود السيرف يضرب من تحت حتى ضرب من تحت اذا مش هاي تبع التمرين 18 جميع لازم عصام يعطيه لصوص أرماندو هالمرة بالشبك ما حدا أحلى من حدا 19 18 نقطة 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 من هون نقطة من هون لمين رح يروح الشوط الثاني بعد ما كان سبيد بول متقدم لنقطة 16 تنورين عدل هلا متقدم بنقطة وحدة غونزاليس هالمرة برد بيرد جاك مينا يعني اجمالا بالفريقين طابات انصاص عم بيربحوا على طول لانه ما حدا عم يكون ناطر ما حدا عم يكون ناطرون عم بيلحقوا الشويط من برا غونزاليس بده يعوض بالسيرفيس كايو هالمره بهديها ومنسيا منسيا بيسجل 20 19 بلشنا نفوت بنهاية المجموعة الثانية وبلشت أعصاب اللاعبين والجمهور روني ضو مش رح يخاطر أنا بتصور سيرفيس كلوز على الياس كمان ياس استقبال 100% شبك شبك مضبوط شبك هون من الخيارات الخطأ برأيي أنا كمان يعني روني عم يضرب جمب كان عم يسجل شوي اوكي نزل على الفلوت على القليلة إنه مش ممكن انا ما ممكن اضرب على الياس جاك مينا سيرفيس فلوت عمين على فالنتينو فالنتينو بعده مش معود كثير على طابه المولتن بيلعبينها طابه ميكازا على كايو كايو استقبال فالنتينو يضرب ويسجل 21 20 لهلا شفناه كله عم يضرب الدياجونال والبلوك كله عم يطلع لاين لفالنتينو مش هذه الدياجونال من العالي يعني لا لاين ولا اكيد مش عم معنا شك منسيا سيرفيس ما بخاطر الياس وكمان سيمو بيسجل على الياس 21 19 22 20 عفوا فلنقطتين تايم اوت لمروان
يعني الياس عم يطلع ببلوك مان تو مان وعم بيلقطه سيمو. طب بلوكر سيمو اللي عم نحكي عنه كنا هلا بالثلاثة والباقي كلهم ارماندو فالنتينو فرناندو والياس فارس بلوك 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 بلوك. سيمو اخذ ثلاث بلوكات اثنين منهم على الياس فارس. يعني الفرقة معودة تعطي طابع على الباسور، سيمو أحسن بلوك بالطريقة هذي. لاعب أرماندو آخر أمل لسبيد بول تيرجعوا على المباراة. أخذ تيم أوتات تبعه مروان، ما بقى فيه يوقف الملعب، ما بقى فيه ياخذ وقت زيادة. 22-20 منسية بعد التيم أوت. فلوت لا والله جامب سيرف بس بالشبك بخاطر والخطورة حقها مصاري حقها نقاط. 21-22 شما أرماندو على الشبك والياس وليكو مين في على الشبك سيمو وفالنتينو روني استقبال. يعني بعده الباسور عم بيلعب بطريقه مش مقبوله انا برايي. شبك يعني حتى عم بيعطي طابه مزروكه يعني مش عم بيعطي طابه صح. فالنتينو تطلع الطابه غلط الطابه 24-21 فالنتينو اللي حاول يعملها بالبرمي اللي قبل هيدي سجل بالشبك بس هلا بسجل فيها ايس. هيدا جمهور تنورين عم بيحتفل. 24-21 والباور 22-24 مين في على السيرف الياس فارس بده ياخذ ريسك بس جامب والله بده يوصل ريسك فلوت الياس فارس جامب سيرف للياس طالب بالاوت للياس 25-22 المجموعة الثانية عم تنتهي مشاهدينا وفريق تنورين عم يتقدم 2-0 25-18 25-22 نتوقف مع بريك وبنرجع.